مرشدي، لم لسانك وخليه جوه بقك وفضها سيره. ياما نفسي اعرف ياما انت حاطه نقرك من نقره عند فاتن ولادها ليه؟ بقولك ايه، انت مالكيش دعوه، ما تحشريش نفسك في اللي مالكيش فيه. يا اختي يا حبيبتي اقعدي كده ذاكري لك كلمتين ينفعوكي. هو انت ناسيه انك انت بتعيدي الثانويه العامه؟ هو انا يعني اول واحده تسقط؟ ماما اللي بيجيبوا الاسئله صعب. طيب يا اختي اديكي بتاخدي دروس خصوصيه في جميع المواد، اما شوف بقى هتعملي ايه السنه دي. لا السنه دي اطمني، ده انا ناويه اطلع لك من الاوائل. انا جهزت واحد، يلا بينا. بقول لكم ايه، هي نص ساعه لتقعدوها وتنكوا راجعين، ولا تاكلوا ولا تشربوا ولا تاخدوا اي حاجه منهم. ايه العذاب ده؟ هم هيحطوا لهم سم في الاكل يا خيريه. سمعت الكلام اللي انا قلته؟ حاضر يا ماما. خدت الاسوره الدهب اللي جبتها لبنت عمك معاكي؟ خدتها يا بابا. اسم الله، فنجري قوي وفلوسك كتير، بعت لها غويشه بالشيء الفلاني. يلا بينا يا سلامة. يلا سلميلي عليهم كلهم، بالكبير والصغير وما بيت. انا يا يابا. انت ايه حكايتك يا راجل انت؟ انت اللي ايه حكايتك يا خيريه؟ انت ناسي ان دول ولاد ابن عمي المرحوم سالم، مالهمش غيرنا. ده لولا انك انت منعاني ازورهم كان حسك عينك رجلك تعتب هناك، هيبقى نهارك ما طلعلوش شمس. احط لك العشاء يا مرشدي بيه. ماليش نفس، ماليش نفس يا اختي. هو اللي شوف وشك نفسه تفتي على حاجه ابدا؟ يا ساتر، جايبالي علامه الاستفهام توكلني؟ روحي، ده انت وشك يطهى الخميره من البيت. اسم الله، امال كنت عاوزني اجيبها لك ايه يا حبيبي؟ حلوه كده وزي القمر وصغيره وقالها فرانكا علشان تفتح نفسك على العشاء ووشها ما يقطعش الخميره من البيت. بقول لك ايه، هي الليله باينه من اولها، انا حاسب لك البيت وانزل اقعد على القهوه. طبعا ما القهوه هي اللي بتهدي اعصابك، لكن قعدتك في البيت زي ما تكون عقربه بتقرصك. هاي عربة. ايش ايش الفستان الحلو اللي انت لابساه ده؟ هياكل منك حته. ميرسي يا توحه. بس تعرفي انه ناقصه حاجه؟ ناقصه ايه؟ يعني شويه كوليهات على خواتم على اكسسوارات عشان تنوري كده وتلعلعي. بالعكس يا توحه، الفستان من حلاوته مش ناقصه حاجه، وبعدين البساطه هي الجمال، الحكايه مش بالذهب والمجوهرات. وجهه نظر برضو، ولو اني مش مقتنعه بيها. يلا بقى يا فرح عشان نطفي الشمع، عشان في ناس مستنياكي وعايزه تسلم عليك. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يخليها لك يا فاتن. يا رب يا حبيبتي. لسلامه طيبه يا فرح. انت طيب يا سلامه. ميرسي. مستعجل ليه؟ مش تستنى ما نطفي الشمع؟ اصبر، انت اصلك مش فاهمه، من الصبح وسلامه قاعد يعدل في البدله ويسبسب في شعره، تقوليش عريس وليلة فرحه النهارده؟ كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. متشكرة يا خالته، ميرسي، ربنا يخليك. احنا كبرنا وحلوينا قوي، لولا ان طارق صغير شوية كنت حشتك ليه وما خلتكيش تروح لحد غريب ابدا. ما تيلا يا جماعة عشان نطفي الشمع. سنة حلوة يا فرح، سنة حلوة يا جميل، يلا حالا بالا بالا، حيوا ابو الفصل، هيكون عيد ميلاد الليله اسعد العيال، فلاح يا ابو الفصل. ايه ما تروح تقول لها اي حاجه بدل ما انت واقف زي ولا عمود الثواري؟ اقول لها ايه بس يا توح؟ قول لها كلمتين حلوين من البنات يحبوا يسمعوهم. انت ايه، عمرك ما علقت بنات وديتهم اسطوانه؟ دي هديه فرح، حطها لها تحت المخده عشان تبقى اخر هديه تشوفها تنام تحلم بيها. دي هتتجنن بيها، مش هتحلم بيها بس. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. احنا عندنا في المصنع يجي اكتر من 50 عامل في الورديه الواحده، نصهم تقريبا من البنات. اصلي بابا السنتين اللي فاتوا عمل توسعات كبيره قوي، ده حتى بيفكر اليومين دول يعمل ملحق جديد للمصنع وكم معرض كده عشان نتصرف فيهم للتاني. وانا بقى اللي هشرف عليهم كلهم. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. انت طيبه يا بنت، ربنا يخليكي. وانت نايمه بالليل تيجي كده تحت المخده هتلاقي الهديه بتاعتك. ميرسي يا طنط، تسلمي لي يا رب. يا بنات، مش ده عيد ميلاد؟ ليه مش بتهيصوا كده؟ ما تعملوا لنا منظر شويه كده. شيلي غلطانه. تعالي. ارقصي ارقصي، انت مش ده عيد ميلادك؟ يلا
هما. شايفه توحة رقصها بيئة ازاي؟ مش عارفة، عندي احساس غريب انها بتغير من فرح وعايزة تعمل اي حاجة عشان تبقى احسن منها. هاي الحمد لله على السلامة. ايه اللي اخركم؟ ايه السهرة كانت حلوة؟ كيف نقصك يا ماما؟ تلبسي العباية المذهبة والكليبة ثلاث ادوار وطقم الاساور الجديدة وتخش عليهم كده ولا شجرة الدر بزمنها. من قريب عليا ده. ايه مالك؟ قلب وشك شبرين ليه؟ مفيش، انا داخل انام. وكانت عزمكم على ايه بقى اللي ما تتسمى؟ على سندوتشات جبنه وحلاوه؟ لا، كانت عامله حته دين بوفيه. ايش سندوتشات؟ كفته، فراخ، لحمه، ده غير التورت والجاتوهات. وكانت عامله حته دين تورته للبت فرح قد الترابيزه دي، ولاد عصورتها كده في النص في وشنا. ايه يا اختي ده؟ تكونش ورثت ورث من ورانا واحنا ما نعرفش، ولا عامله لهم الحفله على النوته وسالفه من البقال والجزار؟ وانا معقوله يا ماما كان ممكن اسالها السؤال ده؟ بس كلكم والفستان اللي كانت لابساه البت فرحكم تاني، هاكل منها حته. قولي هي عامله ايه؟ هي مين دي؟ انت بتعرفي تستعبطي على امك يا بيت؟ اللي ما تتسمى اللي اسمها فاتن لسه برضه في زهوتها وحلاوتها زي زمان كده، ولا الزمن نهش فيها بايديه واسنانه؟ بصراحه بقى يا ماما، طنط فاتن دي بتحلو وتصغر يوم عن التاني. طب قومي قومي غوري من وشي، مش عايزه اشوف خلقتك. الحق عليا، الحق عليا، انا اللي وديتك يا بنت مرشدي، لكن انت هتطلعي لمين؟ تعالي ايه؟ عملتوا ايه في عيد الميلاد؟ عملنا ايه ازاي يعني؟ يعني لما اديتي مرات عمك الاسوره الهديه بتاعت بنتها قلت لها ان انا اشتريتها لها؟ لا، ما هو اصل الاسوره انا اديتها الفرح وما جاتش مناسبه، يعني اقول لهم ان انت اللي جبتها. وفاتن مرات عمك عامله ايه؟ عامله ايه يعني ايه؟ يعني في وسط الكلام كده ما سالتكيش عليا؟ لا، وهجيب سيرتك بمناسبه ايه يعني؟ بمناسبه ان انا ابن عم جوزها وهي وولادها مسؤولين مني، واجب عليا ان انا اودهم وازورهم واشوف طلباتهم. صح. وماما بقى عارفه الكلام ده؟ ماما في ايه؟ مالك داخله كده زي قباط الارواح؟ ايه انتوا واقفين بعيد كده عمالين تتودودوا مع بعض وقافلين على نفسكم الباب، كنتوا بتقولوا ايه؟ مفيش، تبقى فاهم البنت توحى يعني انها لازم تركز شويه في المذاكره، الثانويه العامه دي محتاجه تركيز. مش كده يا بت؟ كده يا بابا. يلا على اذنك، انا عايز انام. صباح الخير. جود نايت. جود نايت.
شادي. هو انت كل ما تشوف خلقتي تبقى عاوز تنزل تقعد على القهوه يا اما تنام وتتغطى؟ سيبيني يا خيري انا تعبان، عاوزه مني ايه بس على المسا؟ بقول لك ايه، هي مرات سالم الله يرحمه جابت منين المصاريف اللي عملت بعزق منها دي؟ انا مش عرفني يا اختي. تكونش اتجوزت في السر وجوزها هو اللي بيصرف عليها وعلى اولادها ومنغنخهم كده؟ قولي ايه؟ اتجوزت في السر؟ يا نهار اسود، مالك اتفزعت كده ليه لما بقولك انها اتجوزت في السر؟ زي ما يكون يا اخويا حيه وقراصتك. طب فيها ايه لما تتجوز؟ ايه النهار يبقى اسود ليه؟